للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني مصعب قفيشة. أهلا بكم أستاذ مصعب إلى هذه الجولة الإخبارية. هناك أنباء عن مقتل فلسطيني برصاص الجيش قرب مستوطنة أرائيل، هل من معلومات أكثر حول الواقعة؟ صحيح، مرحبا بك زميلي ولجميع المشاهدين في قناة الرافدين. أهلا بكم. طبعا صباح اليوم استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال بزعم عملية تنفيذ محاولة دخل قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة المحتلة. المصادر الإسرائيلية ذكرت أن الشاب سار بسيارته بشكل مسرع جدا باتجاه الجنود في محاولة لدهسهم، وأن فيما بعد المصادر المحلية أكدت استشهاد الشاب واسمه إياد زبارقة 30 عاما من مدينة قلنسوة في منطقة المثلث برصاص جيش الاحتلال. طبعا بحسب إعلام الاحتلال فإنه يعني شدد إجراءاته ونشر العديد من قواته وعززهم على جميع مناطق الضفة الغربية خشية من تطور وتصعيد الأوضاع أسوة ما حصل بيوم الجمعة السابق يوم الأرض. نعم، بالحديث عن مسيرات العودة أو يوم الأرض، هذه المسيرات مستمرة حتى الآن ولم تخفت، إلى أي مدى من الممكن اعتبار الحركة الشعبية المتمثل بهذه المسيرات نقطة تحول في وجه التطبيع مع الصهاينة؟ مثل ما تم التفضل به بالتقرير ان يعني هذه المسيرات والحراك المستمر من يوم الارض الى الان اثبت فشل ما يتم طرحه حول الحديث صفقه القرن. الشعب الفلسطيني واعي جدا، والشعب الفلسطيني مصر على ثوابته ومصر على عودته الى اراضيه، ولن يرضى باي حل غير مطروح غير متوافق معه بعودته الى ارضه. يعني قوات الاحتلال استخدمت خلال الجمعة الماضية وفي يوم الأرض بطريقة ممنهجة وطريقة دموية جدا من أجل إرهاب الشعب الفلسطيني. نعم. وأكد تقرير هيومن رايتس ووتش ما حدث. نعم، منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حملت كبار المسؤولين الصهاينة مسؤولية المجزرة التي جرت الجمعة الماضية. ما الواجب برأيك على السلطة للاستفادة من هذه الإدانة في إطار رد على العدوان عن المتظاهرين السلميين؟ المطلوب هو استثمار هذا التقرير بشكل سياسي وبشكل إعلامي وشكل دولي أكبر. الاحتلال أيضا يعمل على الضغط على وسائل الإعلام العالمية والضغط أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى مثل الفيسبوك واليوتيوب، يعني مثل ما حدث حول الفيديو التوثيقي لجريمة استشهاد شاب بغزة شاب أعزل. بعد ضغط إدارة الاحتلال على الموقع تم حذف الفيديو ومنع تداوله من خلال موقع اليوتيوب. نحن بحاجة إلى يعني خطاب رسمي شامل إعلامي دولي واضح من أجل إيصال القضية الفلسطينية إلى شتى مناحي الحياة. في هذه الأوقات تعقد جلسة طارئة للجامعة العربية بشأن التجاوزات الصهيونية على المتظاهرين، ماذا تتوقعون بأن تخرج به هذه الجلسة؟ بصراحة يعني الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة نفض إليه من السلطات الرسمية، يعني غير الشجب والاستنكار أصبحنا نتمنى الآن شجب واستنكار. يعني التعويل الآن على الشعوب العربية بشكل أكبر مثل ما حدث في مسيرات العودة في سنين سابقة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم. اليوم نحن نعول على الشعب الفلسطيني بأن يعود مجددا إلى أراضيه بطريقة سلمية. جميع الدول العربية والجامعة العربية تاريخيا لم تؤدي إلا مؤامرات أكبر من خلال ما حدث به الآن في مؤامرة صفقة القرن. نعم، من غزة الصحفي الفلسطيني مصعب قفيشة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.